هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. ولكنهم لا يمكن أن يقولوا شيئاً أراداً، فإن موقفهم الموحد. لماذا قبلت روسيا هذا الغزو؟ فإنهم أيضاً يشددون جميعاً على أن هذا الغزو لم يكن مبرراً، فهذا الغزو يعكس الرد على الحرب التي كانت الدول الغربية تحضر لها خلال سنوات عديدة، وكانت هذه الدول تسلح نظام كييف. وأن أذكركم بأن هذا النظام قد وصل إلى الحكم نتيجة لانقلاب غير شرعي. فإن صيغة بالي كانت في السنة الماضية، والكثير من الأمور قد اتضحت، ليس بالنسبة لنا ولكن بالنسبة للذين كانوا بشكل احترافي ومهني يريدون دراسة هذه الأزمة. السؤال من وكالة إزفستيا الروسية. معالي الوزير، أخيرا ومن اللافت، الاتحاد الأوروبي أو عدد من الشركات الأوروبية قد نشرت عن نتائج الاستطلاع، فوفقا لنتائج هذه الاستطلاع الكثير من الدول لما يسمى بالجنوب العالمي تعتبر روسيا صديقا ودولة متحالفة. فمتى تم تقسيم دول العالم إلى ما يسمى بالمليار الذهبي وباقية الدول؟ وأليس بهذا السبب الكثير من الدبلوماسيين الغربيين يتجولون في مختلف المناطق الأسيوية والأفريقية مثل زيارة شولز وبلينكن والرئيس إيمانويل ماكرون في القارة الأفريقية؟ هل يريدون إقناع حلفائنا في هذه المناطق بالانضمام إلى العقوبات؟ بالحديث عن تاريخ هذه المسألة، فإن صورة ما يسمى بالمليار الذهبي وطبعا مجموعة من الدول الاستعمارية السابقة التي كانت تستولي على الأراضي في شتى القارات، وأيضا كانت تؤسس النظم التابعة لها بغية استخدام واستكشاف الموارد البشرية والتبعية، بالإضافة إلى الحياة على حساب هذه الشعوب والدول. أما في هذا التوقيت فإن زملائنا الغربيين، بما أنه بعد حوالي نصف سنة وحتى أكثر من ذلك، بما أننا قد شاهدنا استكمال عملية نزع الاستعمار ولكن ليس بشكل نهائية، لأن هناك قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن ما يستمر انتهاكا لعدد من قرارات الأمم المتحدة بشأن مستعمرات فرنسية وبريطانية سابقة. ففيما يتعلق بجميع هذه المسائل، روسيا أيضا تواصل العمل وسوف نصل إلى ضرورة تطبيق جميع قرارات الأمم المتحدة حول نزع الاستعمار. ولكن للأسف الشديد، الدول الغربية لم تخسر هذه العادات الاستعمارية السابقة والمساعي الحالية، فكل ما يتم القيام به حاليا بشأن إخداع الاقتصاد العالمي لنزوات الدول الغربية، فهذا ليس سوى الغرائز الاستعمارية الموجودة. فإن العقوبات التي الكثير من أعضاء دول مجموعة العشرين يشيرون إليها على أنها أضرار على الاقتصاد الدولي وقبل كل شيء على الأمن الغذائي وأمن الطاقة في العالم، هذه العقوبات بالإضافة إلى محاولات تلاعب بأسعار الأسواق الدولية، وعلى سبيل المثال إعلان الدول الغربية عن ما يسمى بالسقف الأسعار النفطية، فهذا ليس سوى سرقة الموارد الطبيعية لدول أخرى بالنظر إلى جذور هذه المسألة. أما التلاعب بقواعد التجارة العالمية وبما في ذلك تلك القواعد التي لا تزال موجودة في منظمة التجارة العالمية والكثير من الممارسات الأخرى، ولهذا السبب نعم قد أتفق معكم، ليس هناك أي مفار من مواصلة هذه السياسات الغربية في الظروف الجديدة بالتقدم بمصالحها دون الأخذ بالحسبان مصالح الأغلبية الساحقة من الأعضاء الآخرين للمجتمع الدولي. فإن الدول النامية ترى ذلك بشكل واضح. أنا كنت ألمس هذا السؤال، فنحن نرى ضغوطات واسعة النطاق وضغوطا غير مقبولة. نعم، عدد من الدول تقوم بتصويت ما أو تقول كلمات ما خلال في المنابر الدولية بغة التقليل من
قوة هذه الضغوطات الغربية، ولكن لا دولة نامية. إن لم تخن الذاكرة، من الممكن أن تكون واحدة أو اثنتين. لم تكن هناك دول نامية انضمت إلى العقوبات على روسيا الاتحادية، فإن هذه الدول تدرك جدوى هذه المسألة ويدركون اللعبة التي قد بدأتها الدول الغربية. فلا تكمن القضية في أوكرانيا، ولكن في كون الدول الغربية تريد البرهنة أمام الجميع على أنها سوف تواصل الهيمنة على قارات العالم. فإن تلك التحديات التي تسمح باتجاه وحيال الجمهورية الشعبية الصينية، فلدي شكوك في عقلانية جميع الأطراف التي تقول مثل هذه التحديات. فنحن لا يجب أن نهدد أي طرف، ولكن عندما يهددون الصين في الظروف الحالية، أنا لا يمكن أن أدرك وأفهم منطق هذا الأمر. كما أننا نرى تهورا كبيرا وأيضا ازدراء إزاء الباقة السياسية، كما يبدو أن الدبلوماسية الغربية أيضا قد انخفضت من حيث القيمة. معالي الوزير، صاحبة تايمز ناو، سؤالي لكم. لقد مدت سنة واحدة منذ اشتعال هذه الحرب، وبالنظر إلى إمكانية تسوية هذه الأزمة، هل تريدون انخراط الدولة الهندية في عملية التسوية؟ فهل تريدون أن يكون رئيس الوزراء ناريندرا مودي يشارك في هذه العملية؟ لدينا تطور العلاقات مع الهند، وهذه العلاقات تتميز على أساس الاتفاقيات الثنائية كعلاقات ذات مزايا والشراكة الاستراتيجية. وهذا ليس كلمات فحسب، بل هذه الصيغة تعكس الطابع الخاص لعلاقاتنا المعاصرة. فبدءا من نيل الهند استقلالها وصولا إلى هذه الأيام، ونحن طبعا نقدر تقديرا عاليا الموقف المسؤول والكريم للدولة الكبرى، وهذا هو موقف الهند في المجتمع الدولي بشأن جميع مسائل الأجندة العالمية. وعلى فكرة، اليوم في خطابه إلى الأطراف المشاركة لجلسة وزراء مالية دول المجموعة الـ20، رئيس الوزراء ناريندرا مودي كما أظن قد أعرب عن موقف متزن ومسؤول للدولة الهندية كدولة تترأس مجموعة الـ20 حاليا. وفي هذا الخطاب تمت الإشارة ليس إلى عدد من الحالات أو المسائل كما تحاول الدول الغربية في تقسيم كل الأجندة الدولية إلى عدة لحظات فحسب، ولكن داخل هذا الخطاب لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، نحن قد شاهدنا تقييما عاما لما يحدث في الحلبة الدولية، وأنا متفق بشكل كامل على هذا التقييم. تم نشر هذا الخطاب، بإمكانكم الاطلاع على مضمونه. وفيما يتعلق بالمساهمة الهندية في تسوية الأزمة الأوكرانية، فنحن مرارا وتكرارا وبشكل علني كنا نقول إننا دائما لا نرفض المقترحات الجدية التي يتم التعبير عنها على أساس المساعي الصريحة للوصول إلى حل سياسي. وأن أذكركم، عندما يدعوننا إلى المفاوضات، أنا لا أتذكر أنه كان هناك طرف واحد في من بين الدول الغربية أو بعض الدول الأخرى كانت تدعو أوكرانيا إلى المفاوضات. ولعل هناك حقيقة مرة في هذا السؤال، لأنهم يحرضون أوكرانيا على المزيد من الأعمال القتالية، ولكن عندما كانت الدولة الأوكرانية مستعدة للمفاوضات في نهاية مارس 2022، وعندما اقترحت أوكرانيا عددا من المبادئ للتسوية، ونحن قد أيدنا هذه المبادئ وكنا مستعدين للتوصل إلى توقيع اتفاقية على أساس هذه المبادئ، فإنهم قد دربوا أوكرانيا على أيديها، والجميع يعرفون ذلك. الولايات المتحدة والمملكة
المملكة المتحدة وعدد من الأطراف الأخرى من الاتحاد الأوروبي. وكما أفهم أن جميع هذه الدول قد قالت للنظام الأوكراني إذا كان الروس مستعدين للتوصل إلى اتفاقية تسوية هذه الأزمة فهذا يعني أننا يجب أن نطيل أمد الموقف الروسي وسوف نسعى كما قالوا ذلك علنيا فيما بعد. يجب طبعا مشاهدينا الكرام كنا معكم في هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. هذه اللقطات من هذا المؤتمر والذي تحدث بأن الدول الغربية لم تتخلى عن السياسة الاستعمارية للدول الأخرى. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا هاني الحجازي.